صباح الخير وإيفنت القاهرة 3 سبتمبر 2021. ونقول بقى بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاي إيفنت القاهرة يا ابني؟ إيفنت القاهرة؟ إيفنت إيفنت واحد إيفنت واحد إيفنت واحد إيفنت. صباح الخير، تصبحوا على خير، إيفنت سعيد إن شاء الله. صباح الخير يا حاجة. سلام عليكم، صباح الفل. منورين. وصلنا كده للحديقة ولقينا بعض الناس يعني منتظريننا اهو، ولسه يعني جايين. الحمد لله على السلامة يا كيمو. الله يسلمك يا هندسة. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. شوية بقى وهندخل جوه الحديقة علشان نشوف الناس ونسلم عليهم، وعودة من جديد لإيفنتات لو نفسك تخس. واحد اتنين تلاتة. نفسك تخس. ومن جوه ايفنت القاهرة. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام. خسيت لغايه كام كده؟ 38 امبارح بالظبط. 38 امبارح؟ ايه 38 امبارح دي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. صباح الخير. تصبحوا على خير. ايه الاخبار؟ كويسين. احنا جايين عشان نخس. ها؟ ايوه، كنت 102 بقيت 99. والله؟ والله. طب الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. جاي مع ماما صح؟ اه. جاي مع بنتي. جاي مع بنتك. ايوه. تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه الدنيا تمام؟ الحمد لله. فنعم. عايزين نخس قد ايه ولا خسنا قد ايه؟ خسنا يعني حاجه كتيره. كام؟ لسه يا باشمهندس. ليه انت بتداري على شمعتك تقيل؟ اه. قولي لهم طب كام في الفلوج يلا. ها؟ 25. 25؟ اه. ماشي، بتخمس ها؟ السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه؟ لا لسه هنبدا ان شاء الله. هنبدا. اه ما كله هيبدا. ناخد جرعه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الايفنت اللي جاي ان شاء الله تبقي يا رب مبتسمه كده ومن الابطال ان شاء الله باذن الله. يا رب. وزينب برضه. وزينب كمان. ازيك يا زوب؟ يا زينب كله تمام؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام احمد؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ يبارك لك. منورانا يا ام احمد. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. الله يعزك يا رب. الله يخليك. محافظين على كام كيلو لغايه دلوقتي؟ شويه. شويه قد ايه؟ من 136 ل 90. ما شاء الله ما شاء الله. صباح الفل. ازيك يا نورة؟ صباح الفل يا هندسة. صباح الفل. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ أمينة. ازي حضرتك يا هندسة؟ سماح. صباح الفل. صباح الفل. كله تمام؟ فريق لو نفسك تخس. حضرتك خدي ورقة وقعدي. ايه؟ ميزو. عامل ايه ميزو؟ كويس؟ حبيبي. الحمد لله. الله؟ يا حماده. هندسه عامل ايه يا حماده؟ دول ايش يا حماده؟ صباح الخير يا حاجه. مبسوطه معانا؟ طبعا اكيد. الحمد لله. مبسوطه معانا؟ مبسوطه معانا كتير كتير. الحمد لله. تجننوا. الله يكرمك. العائله البيضاء. نقول مبروك للزمالك بما انك لابس ابيض. هو زملكاوي صح؟ حصل خير. العيله دي فيها هو واحد زملكاوي والباقي اهلاوي ومتعصبين جدا يعني، بس انا بحب الاثنين الصراحه يعني، اهلي وزمالك مع بعض على التوالي. مين تاني ما ها؟ مين عايز يصور ما يصورش؟ انا. صباح الخير. صباح الفل. كله تمام؟ تمام. مبسوطين معانا النهارده؟ طالما احنا بينكم اكيد مبسوطين. الله يكرمك يا رب. الله يخليك يا رب. صباح الخير. صباح الفل. محمد حسن. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. يعني اول كنت امشي 100 متر كده اتعب واروح. بعد كده زودتها، بعد كده زودتها عشان انا لوحدي بمشي.
مستنيه دلوقتي مستنيه المدرس عشان يرجع تاني. انا سمعت ان انت بتتكسفي من الكاميرا ومن التصوير. عمري ما واجهت كده. يعني ايه مش فاهم؟ يعني عمري ما عملت حاجه زي كده. اول مره اهو الحمد لله. الف الف مبروك. قولي لنا بقى الف الف مبروك. وطبعا كان معكم احدى بطلات لو نفسك تخس واشبال لو نفسك تخس. يا عم انا مش قادر. هوبا بقى وماشيه مع التيشيرت يا جماعه. يعني بصوا اهو بصوا اهو حبيبي. طب ربنا يكرمك. احمد فريق عمل لو نفسك تخس حبيبي. ميدو وبراء فريق عمل لو نفسك تخس. ليك بعت على حسي. عبد العظيم ابطال لو نفسك تخس. الله يكرمك. نور عبد العظيم ابطال لو نفسك تخس. فريق لو نفسك تخس. مين تاني فريق لو نفسك تخس وما خدش؟ نعم. خدت يا عم؟ حاضر يا عم. عيار كام؟ عيار 28. ايه ده؟ طيب الناس اللي عايزين هيبداوا معانا المسابقة الجديدة. مسابقة خريف لذيذ من غير كرابيز. عمل كده عايز ألم بس يوزن هيوزن ولا لا؟ يوزن ولا ما يوزنش؟ ها انا هتكسر الميزان كده بعد اذنكم. 104 هنا يا حبيبتي. عندك 104 هنا. 104 مش لسه كده يا حبيبي. حمدتك حمدتك خالص. 104 اسمك ايه؟ يوسف محمد عبد العليم. يوسف محمد. محمد ازي حضرتك يا باشمهندس؟ ربنا يجعله في ميزانك يا رب. يا رب اللهم امين. دول عشان ما تنفعوش. تمام. بصوا يا جماعه الايفنت اللي جاي هتجيلي بنفس الكتيب ده. لو انا خلصت يعني الايفنت اللي جاي ايا كان ايه انت هتمشي على المسابقه دي. تمام. المسابقه دي 49 يوم خلصوا ابتديهم تاني مع الكتيب. يعني انا عشان ما تقوليش بقى ان انا ايه اصل انا ما اديتنيش. لا مش مشكله ممكن تبتدي تاني على الكتيب ده. النظام ده يعني بتاع الخريف بالذات يمشي معاك في الشتاء وزي الفل. تمام كده بدون تغيير كتير. الله يكرمك. خلاص يعني انا بلتزم بالنظام. تلتزم هتخلص يبتدي. انت معاك الكتيب اهو في كل حاجه. يعني في التعليمات اللي انتوا ما بتقروهاش في كل حاجه اهو. في بتاع الفاكهه المسموحه. تمام. البدائل كل شيء هتلاقيه جوه الكتيب ده. الكتيب ده سر تغييرك عشان ما يبقاش عندك حجه ان شاء الله يعني. تمام. اتفضل. ماشي. ممكن بقى حضرتك كام؟ 101. اطلع تاني معلش. انا هقولي ماشي مش مشكله ما قلتش حاجه. اسمي كده حضرتك ايه؟ 73. اديني كده اسم حضرتك ايه؟ منال. استاذه منال. حضرتك انا عايز اسالك يا منال. انا يعني ابقى في الاستكتاف لان انا كتير عليا. يلا تاني انزلي وانزلي تاني اطلعي. يلا لا استنى من الصبح. استنى من الصبح. هو 66 دي عشان المهندس. مش اخر حد. 75 100 100 700 جرام دول مجهود. معلش عشان هم هيجوا المره الجايه بهدوء. يعني هعمل ايه يعني؟ المره الجايه هيكون شتا شويه. اسم حضرتك ايه؟ ايه؟
شيماء سعيد؟ ماشي يلا. نزلي وطلعي تاني بعدين؟ يلا تاني؟ اسم حضرتك ايه؟ فاطمة. فاطمة؟ 105 ونص. 102 ونص. 102 ونص؟ اه 102 ونص. يا جماعة اللي هياخد الكتيب ده يعني يهتم بيه، ما يرموش في الدرج. ما يعملوش قراطيس ويحط فيه لب وسداني. انزلي وطلعي تاني معلش. يا باشمهندس. لسه. حد هيوزن تاني؟ حد هيوزن تاني؟ حد عايز يوزن يا جماعة؟ حد هيوزن تاني؟ الموضوع ده يفرق معاكم عشان مين هيوزن تاني؟ هتوزن يا ابو تعالى ابو جان اوزن والله. انت خاصه ب 89 وانا والله مش فارق. انزلي واطلعي تاني. استنى اما يصفى. لا هي عشان ترد على نفسك تخس. تعالى اوزن يا عم احمد. اطلعي بقى. 89 عايز اوزن. بقول لك ايه، انت مش ندمانه على اللي انت هتعمليه دلوقتي؟ لا مش ندمانه. انت جايه مقبله على خطوه. انا عايز اوزن علشان اخس، عشان ان شاء الله اخس. عشان ايه؟ ان شاء الله اخس. سجل. يعني انت عايزه تدبسي نفسك قدام الناس؟ ايوه. طب اصل الناس اصلا بتخبي وزنها. لا انا ما بخبيش عادي يعني. ايوه طبعا عادي. توكل على الله. استني بس. ايوه متاكده؟ ايوه متاكده 100%. اه زيي اكيد. طب يا استاذ محمد. محمد لازم تلاسي عليه. احنا بنخلي بس مش فريع عندك. ايوه ايوه دلوقتي عايزه تطلع على الميزان. اوبا ايوه الراجل فعلا. احنا مدنيين. طيب يلا شوف نتوقع على الله. ان شاء الله اخس اكيد يعني. طب اوعي تكسري الميزان بقى. لا ما تخافش. ها اطلع بسم الله. قولي يلا. وانت العاجه ردي ايدك. على فكره انا خسيت الاسبوع ده. انا كنت 103 والله. بصي طب استني انزلي بقى لغايه ما يصفر. انزلي انزلي. اه خش انا. طب والله خسيت. ماشي استني بس يلا. ها اطلعي تاني. لا ما صفر. اه تمام يلا. بس افرضي نفسك. طب احنا مش شايفين حاجه. 101 85 الحمد لله والله. طب الف الف مبروك يا جماعه. يا خست تسيفه بقى ليها. الف مبروك الف مبروك والله. كنت 103. طب الايفنت الجاي هتبقي كام؟ هو امتى يعني؟ خلال شهر 11 كمان شهرين. خست حبه حلوين وهسجل وهتشوف الفيديو ده باذن الله. باذن الله. والف الف مبروك ان شاء الله. الله يكرمك. شكرا ميرسي. وهتطلع يا محمد هسلمك. اوزن ايه هو ببلاش؟ هو عشان ماشي ماشي عشان استاذ محمد بس. لا لا اطلع عادي. هو يشتغل دلوقتي وادينا درجه الحراره كم؟ 89 و3 من 10. ماشي يعني عاوز 75. اه حلو حلو. امشي معاه بقى وهتيجي المره الجايه 75 وهتسيبها هي لوحدها بقى لسه في الثمانينات ولا حاجه. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الف الف مبروك. وزن دي طيب؟ لا دي ايه اصلا يا عم مش هجيبها ميزان. عايزه ميزان بتاع مطبخ. عايزه ميزان مطبخ. مش هيجيب ده؟ لا اهو 13 ونص. ما شاء الله ما شاء الله. الف الف مبروك. احنا عملنا فقرة الميزان وطبعا كان فيها ناس مشاركين كتير ان شاء الله. والمرة الجاية ان شاء الله في ايفنت القاهرة برضو اكيد في ناس هتسقط مننا يعني. اكيد في ناس هتخلع. ها هتخلع زي مثلا الناس دي. تمام كده سبحان الله. شوفوا انا بلف بالكاميرا فجت عليها. تمام فممكن ناس تخلع بس اللي هيكسب يعني اللي هيكسب هيكسب صحته.
صباح الفل يا هندسه. تمام كده تمام. انا ازاي حضرتك؟ اللي هيكسب هيكسب صحته، واللي هيخسر هيخسر صحته. تمام كده ماشي، نكمل بقيه الايفنت بقى. ها يلا، واحد اثنين ثلاثة. ثاني ثاني ثاني. صور يا ما صور والله. صور انت. ايه؟ انا عايزها بخطوات، عايزين نقول للناس اللي زادت، الناس اللي زادت وعايزه ترجع تاني في الفجر وعايزه ما تزيدش كلهم بدايه واحد. يا هندسه احمد منا المشهوره ما معهاش صور قبل. احمد منا المشهوره اتفضلي. انا من 110 89. من 110 89 يعني لغايه 80 وبعد كده خدي ماركو وخدي خليها علينا المره دي. بس انا عايزه اقول حاجه، بس اشكر الصبحه واشكر، انا كنت داخله في عمليه والحمد لله يعني بفضل الله ليا واحده صاحبتي برضو خست معانا، هي اللي شجعتني وشجعتني على الصفحه والحمد لله يعني ربنا يبارك لها يا رب. ربنا يعزك. المج السحر يا جماعة، المج ده لو شربت فيه هتخس. في ناس فاهمة كده. لا ما هو بقى ده منه فيه. احنا عايزين نعشى كفاية. لا كلام اي كلام. الانجاز اللي بعده، انجازات انجازات. خش الناس طبعا. كم؟ لا خش 147.5 ل 128 تسقيف. في 12 كيلو هنا يا هندسه. خش 8 كيلو. لا ده سؤال ينفع طبعا. ينفع. السلام عليكم. اولا بشكر الباشمهندس مصطفى وبشكر صفحه لو نفسك تخس والمجتمع الراقي ده كله. فعلا والله نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. اللي يعرف يدير دول كويس صحتك ما بتتعوضش، واداره الوقت الاثنين دول ربنا يعيننا ان احنا نديرهم يعني. الله يبارك فيك. انا كنت 116.5 بالظبط، دلوقتي 104 وان شاء الله نكمل، عشان حلمي الاولاني ان انا ابقى رقمين، لاني عمري ما شفت رقمين على الميزان، فالله المستعان يعني ابقى. هو انت طولي؟ اطول 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 سنة. طب اظبط على 80 يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. الايفنت الجاي باذن الله كنت نفسك في المرايه وتقول انا كده خلاص يعني اذا ما كانش الحلم كله بس يبقى كده ستايل جسمك كده. انا راضي عن نفسي. هندسه هندسه ودي نقطه الذكريات. ماشي نكتب فيها ذكريات. مين تاني خس يا جماعه؟ ونهاية ايفنت القاهرة 3 سبتمبر 2021. كان ايفنت جميل؟ كان ايفنت حلو؟ الحمد لله. يلا كل سنة وانتم طيبين، وعقبال الايفنت اللي جاي ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم.